اسمع يا ابني، تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك؟ اتفقنا حكاية اسمع، بداية المعرفة أو بداية الحكمة، اسمع يا ابني واسمع للي أكبر منك، للي قبل منك. اسمع يا ابني تأديب أبيك. قلنا تسري على الفكر التربوي وتسري على التلمذة الروحي. يعني لو كل طفل أبوه شخص عاقل والطفل ده سمع له، أكيد حياته هتمشي أسهل كتير من حياة واحد تاني كانش بيحترم والديه وما كانش بيسمع لهم، هيتخبط كتير أوي. كذلك شخص روحاني بيرجع لأب اعتراف أو بياخد إرشاد أبوه الروحي، هينجو من لخبطة كتير ومشاكل كتير وأخطاء كتير وقرارات خطأ كتير. فاسمع يا ابني تأديب أبيك. وقلنا كلمة تأديب هنا يعني حتى لو كان الكلام ناشف شوي أو في توبيخ أو في تحذير أو حتى في عقاب، اسمع اسمع لأنه كله ليك، كل ده هيبقى لك وهيقعد لك، وده اللي هيعلمك الحكمة. يجوز حد فيكم يقول أنا في يوم من الأيام لما كنت صغير لما أبويا شد عليا أو زعق لي أو حتى أدبني بأي تأديب، الموضوع ده ظبطني بقية عمري. يبقى واضح إن التأديب عموما مفيد، والتأديب مش معناه عصاية على طول، لا، التأديب معناه ببساطة اتفاقات وإنذارات وتحذيرات، وفي نفس الوقت شرح ليه كده صح وليه كده غلط، وده يودي فين وده يودي فين، وفي الآخر ممكن تتنزل بقى العقوبة عند اللزوم من أجل التأديب. اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك. قلنا دي الكنيسة، طبعا الأم برضو كأم في التربية العادية، لأن كل أم تقية بتطلع هي الأتقياء، وإحنا اتفقنا كذا مرة وهنقولها كتير بقى، التربية موجودة في سفر الأمثال كتير، إن أهم سنوات في التربية هي السنوات الأولى مش السنوات المتأخرة. للأسف الفكر الغربي بيتعامل بحرية زائفة مع الأطفال، يقول نسيب الطفل لما يعقل بعد 10 سنين ونبتدي نقول له صح وغلط، هيكون اتلخبط. ده أول 10 سنين هم أخطر 10 سنين، أول 10 سنين هم أخطر 10 سنين في تكوين الإنسان. فلو الأب والأم مركزين وزرعوا الطفل في الكنيسة، حطوا في قدامه المبادئ، حطوا فيه الصدق والأمانة وعدم الكذب، الاجتهاد، التفوق، النجاح، احترام الآخر، حب الخير، كل ده يتزرع في أول 10 سنين، النظام والنظافة، كل ده يطلع بقية عمره ناجح متميز متفوق لأنه اتزرع صح. بعد كده بقى الدنيا تضيف شوية تطرح شوية، لكن مش هتغير كتير. لكن 10 سنين الأولى دي لو طارت مع مشغولية الأهالي ومع التلفزيون الزيادة ومع أطفال الشارع ومع تربية بعيدة عن الفكر الروحي، طبعا بقى نفضل بقية العمر نحاول نصلح اللي خربنا قبل كده. شباب مش راضي يسمع، شباب ماشي ورا دماغه، ورا موضة جديدة، ورا بدع، والمبادئ البسيطة التلقائية تلاقيها يعني كأنك بتقول حاجة غريبة، مع انها حاجات تبدو منطقية، انما لانها ما اتزرعتش بدري فيبقى الناس باصين كده، يعني ايه ما نكذبش، ما كل الناس بتكذب، تبقى حاجة كأنها غريبة. اسمع يا ابني تأديب أبيك ولا ترفض شريعة أمك.